ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم ومرحبا في قناتي، قناة كوني الاجمل مع لولو. النهاردة جايبة لكم مشروب سحري خارق للدهون يا بنات، بجد من احلى واجمل المشروبات اللي انا عملتها على القناة. بيجيب مفعول سريع ورهيب جدا على الجسم، هينحتلك شكل جسمك جدا، هينزل كل المية الزيادة اللي في الجسم والدهون المتراكمة، بجد من احلى واقوى المشروبات. كمان مشروب بيساعدك ان انت تتخلصي من كل السموم اللي موجودة في الجهاز الهضمي واللي موجودة في القولون، هتنزلي كل السموم اللي موجودة، هتنضفي جسمك، هيعملك عملية ديتوكس للجسم، بجد من احلى واقوى المشروبات. يلا بينا تعالوا نشوف المشروب ده مكوناته ايه. بس قبل ما ابدأ الوصفة بتاعتي، ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للفيديو وتفعلوا زر الجرس يا امارات، ويلا بينا تعالوا نشوف مكونات المشروب الخارق الرهيب للجسم يا بنات، من احلى واجمل واقوى المشروبات. وزي ما انتوا شايفين كده يا امارات، مكونات مشروبنا النهارده هو القرنفل اللي هو المسمار زي ما انتوا شايفينه كده. وانا طبعا الوصفه بتاعت النهارده لازم هتكوني ان انت طحنه القرنفل ده زي ما انتوا شايفين كده. انا جايبه لكم شويه مطحونين، دول اللي هتستخدمهم في الوصفه. زي ما احنا عارفين يا بنات، القرنفل ليه اهميه كبيره جدا ان هو بيحافظ على صحه الجسم. وكمان المكون التاني معانا النهارده هو القرفه. القرفه بقى ليها فوائد صحيه عاليه جدا، وطبعا اما هندمج الاتنين مع بعض هعمل لك النهارده مشروب قوي قوي جدا، هيفيدك في الصحة العامة عامة، وكمان هيفيدك في التخسيس بصورة حلوة قوي يا بنات، بجد من اقوى الحاجات اللي بتخسس القرفة مع القرنفل. والاتنين مع بعض اما تدمجيهم بقى مع بعض وهتشربيهم، الناس اللي بتعاني من الام المفاصل هيخف جدا. حلو قوي يا بنات، يعني بيحتوي على حاجات حلوه جدا ومكونات عاليه جدا بتخفف من الام المفاصل. وكمان من ضمن فوائدهم الاتنين مع بعض، القرنفل كمان بيحتوي على نسبه عاليه جدا، في نسبه عاليه من مضادات الاكسده. وطبعا احنا عارفين اي حاجة فيها مضادات اكسدة بتبقى مفيدة جدا، ان هي بتقيقي من الاصابة من الامراض اللي هي الخطيرة زي السرطانات وكده. طبعا انا هاخد معلقة من القرنفل المطحون ده زي ما انتوا شايفين كده بالمنظر ده، هاخد معلقة كبيرة كده اهو، وهحطهم معاكم كده زي ما انتوا شايفين. وهنضيف برضو نفس مقدار المعلقة اللي انا حطيتها دي، هضيف مقدار من اللي هو القرفة الناعمة اللي انتوا شايفينها دي. لو عندكم اللي هي القرفة الخشب برضو تمام، لو عايزين تحطوا القرنفل صحيح مع قرفة خشب هيبقوا الاتنين نفس المكونات اللي انا بحطها دي. وهدمجهم كده مع بعض كويس، وهجيب مقدار بقى 3 كوبايات مية احطهم عليهم كده اهو بالمنظر ده، واقلبهم ادمجهم كويس، وهترفعيهم على النار لمدة 5 دقايق. وكمان من ضمن يعني الفوائد بتاعت المشروب ده يا حبايبي، ان هما بيحافظوا على قوة العظام يعني بطريقة حلوة جدا. وكمان هيفيدك في الجهاز الهضمي. في اطباء كتير بينصحوا بمشروب القرنفل يا بنات مع القرفه ده، لان هم من المشروبات اللي فعلا بتحسن من صحه الجهاز الهضمي جدا. الناس اللي بتعاني من انتفاخ بطن وعسر هضم واللي هو الغثيان، حلو جدا يا بنات بجد المشروب ده، من اقوى المشروبات كمان اللي هي بتدعم الجهاز المناعي، تخلي مناعتك على طول الوقت كده قويه، ويعني والمناعه عندي كويسة جدا اهو. انا افضل اقلب فيه كده قبل ما ارفعه على النار، وزي ما انا قلت لكم هحطه لمدة 5 دقائق يا دوبك يغلي، وبعد كده هطفي عليه واروح مغطياه عشان الروائح الطيارة يفضل محتفظ ايه بيهم يعني المشروب وكده لحد ما يبرد. انا مستنيه اهو معاكم على النار لحد ايه احس كده ان هيبتدي يغلي، اروح سايباه 5 دقائق كمان وبعد كده اطفي النار عليه. حلو جدا يا بنات. طبعا احنا عارفين القرنفل كمان مع القرفة بتفيد في حالات الإصابة باللي هي تكيس المبايض، يعني تخيلوا بقى كمان فيها فايدة للستات اللي هي بتعاني من تكيس المبايض. وكمان بتنظم الدورة الشهرية جدا، القرنفل مع القرفة ليهم فايدة عظيمة جدا في تنظيم الدورة الشهرية عند النساء وكده. وبتعالج كمان مشاكل الحيض بقى، احنا عارفين الام الحيض والمغص اللي بيحصل الشديد. حلوة جدا لو المشروب ده اعتمدتوه هيريحكم جدا. زي ما انتوا شايفين كده اهو المشروب غلي معايا، هبتدي بقى ان انا كده اطفي عليه واهو
واحط عليه اي غطاء ازاز عندك كده، تحطيه لمدة 5 دقايق قبل ما ايه ما هتصبيه. وطبعا احنا المشروب ده يعني عاملينه بقى للتخسيس، هتشوفوا منه تخسيس حلو جدا، لانه كمان طلع ان هو بيحافظ على مستوى الانسولين بالدم وبيزود من حرق السكريات المتخزنة في الجسم، اللي هي طبعا بتسبب زيادة دهون الجسم. والناس اللي هي بتشتكي من الغدة الدرقية، ده بيحسن من عمل الغدة الدرقية جدا. وطبعا احنا عارفين ان الغدة الدرقية مسؤولة عن سرعة الحرق، فبتزود من التفاعل الكيميائية بين الخلايا والمخزون الدهني بالجسم. بيخفض كمان يا بنات المشروب ده من سكر الدم، خصوصا لو انت تناولتيه بعد الوجبات اللي فيها ايه دسم زي الحلويات والدهون وكده. اهو هبدأ اصبه بقى كده بعد ما غطيته 5 دقايق كده يهدى. والمشروب ده هتشربيه كل يوم قبل الفطار على معدة فاضية قبل الفطار بنص ساعة، وكمان هيقضي لك تماما على الكوليسترول الضار في الجسم. والمشروب ده زي ما انا قلت لكم بيطهر المعدة جدا والامعاء، وهيساعدك ان انت تتخلصي الناس اللي بتعاني من اسهال، وهينشط عمل البنكرياس جدا، هيزود كمان افراز الانسولين. يعني مشروب كامل متكامل، لان كمان فيه مضادات اكسدة عالية جدا، وهيدوب كده معاكوا